بقي الناس يحفظون القرآن الكريم ويتلونه حق تلاوته ويكسبونه، وبدأ عدد من على عهد الصحابة المعظم عدد منهم يتحدثون في تفسير القرآن العظيم. ويمكن أن نرجع التفسير إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء مفسرا ومبينا لكلام الله تعالى بأقواله وبأفعاله وبتقريراته وبسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. فالعدد من آي كلام رب العالمين تتحدث عن إقام الصلاة، لكن ما تحدث القرآن الكريم عن عدد الركعات ولا عن الكيفيات، إنما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لنا كيفية الصلاة وبين لنا عدد ركعات الصلاة، وهكذا بالنسبة للصيام وللزكاة وللحج. ومن ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لصحابته: خذوا عني مناسككم، إذ الدين لا يمكن أخذه عن الصحف، وإنما الدين يؤخذ عن الأكابر وعن أهله المتحققين منه، يؤخذ مشافهة ونظرا ومجالسة. ولولا ذلك لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام، وكان وتعلم منه الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. وسمي الصحابة صحابة لكونهم صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم فتعلموا منه العلم والعمل، تعلموا منه الإيمان والقرآن. كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كانوا يتعلمون القرآن، يتعلمون أحكامه وحلاله وحرامه ووقوفه وابتداءه، وكانوا يتعلمون الإيمان، كيف يذكرون الله تعالى، كيف يتوبون إلى الله تعالى، كيف يقومون بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر عددا كبيرا من آي كلام رب العالمين، وجاء عدد من الصحابة وفسروا القرآن الكريم، وعرف منهم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. وجاء عدد من التابعين فتحدثوا في تفسير القرآن العظيم، وهكذا طفق الناس يهتمون بتأويل آي كلام رب العالمين وبالحديث عن معانيه. فظهر ناس تكلموا في معاني القرآن الكريم كأبي زكريا الفراء، وبعد ذلك ظهر ناس اهتموا بتفسير القرآن الكريم من أوله إلى آخره. ومن أشهر أولئك الإمام ابن جرير الطبري في كتابه جامع البيان في تأويل آي القرآن. وجاء ناس اهتموا بالتفسير البلاغي للقرآن الكريم، ومن أولئك جار الله الزمخشري في كتابه الكشاف يفسر به كلام رب العالمين، ومن أولئك الإمام أبو عبد الله القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن الكريم، ومن هؤلاء أبو حيان الأندلسي في كتابه المسمى بالبحر المحيط، وهو من علماء الأندلس ومن فقهاء الأندلس ومن نحاة الأندلس، ومن أولئك الإمام الفخر الرازي صاحب مفاتيح الغيب والمسمى بالتفسير الكبير، ومن المتأخرين الإمام الطاهر بن عاشور صاحب التحرير والتنوير، رحم الله هؤلاء الذين اهتموا بتفسير كلام رب العالمين. كل واحد منهم نظر إلى القرآن الكريم واستعمل آليات النظر وآليات الاجتهاد، ففهم القرآن الكريم على حسب واقعه وعلى حسب مداركه، ففسر القرآن العظيم. ويجمل بنا أن ننظر في هذه التفاسير وأن نستفيد منها، لكن ينبغي أن نعمل نظرنا كذلك وأن نستحضر واقعنا، إذ القرآن الكريم حمال وجوه.